إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي تواصلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. وتلهم رشدي وترزق Kalau dibaca jangan diam. تصريف عني كل شر بحق.
حقيب وشرا لذي شر من الإنس والجنة وتصريف عني كل شر بحقيب وشرا لذي شر من الإنس والجنة Thank you.